مكان يختزن الذكريات ويحكي قصصا عن الزمن الجميل يفوح منه عبق تراث المدينة المقدسة. ذلك هو مقهى سيد مجيد. هنا تمتزج أنغام الحاضر بعبق الماضي، فالبعض ممن عاصروا بدايات نشوئه يحرصون على ارتياده باستمرار، وكأنهم يقصون على النشء الجديد بصمت بعض من القصص التي مرت على هذا المكان. هذا المكان خاص للذين يبحثون عن لحظة عزلة واقتناص للزمن الجميل، والذين يحاولون أن يستعيدوا ذكرياتهم. هذا المقهى كما تعلم سيد العزيز هو شاهد تاريخي ومحطة زمنية كبرى مرت بها أجيال وعاشت فيها الشخصيات. هذا المقهى يحتضن فئات اجتماعية مختلفة من وجوه المجتمع الكربلائي. يخلو المقهى من تقنيات العصر الحديثة، إذ كل شيء فيه يذكرك بالماضي، فيقول رواده إنه مكان لتجاذب أطراف الحديث عن جوانب الحياة وقضايا مختلفة وسط روائح فنجان الشاي المهيجل الذي لا تجد له مثيلا بمكان آخر. المقهى حقيقة واكب كل الأحداث التاريخية اللي من زمن يعني بناء المقهى ولحد هذا اليوم. يمتاز المقهى كل فئات المجتمع، من الفئات الاجتماعية الثقافية، السياسيين، الأحزاب، الطبقات المثقفة، أساتذة الجامعات، مدرسين، كل طبقات المجتمع تتواجد بهالمكان. هذا المكان مواكب على مكان التراثي. نعيش أجواء التراثية الحقيقية أو أجواء الماضي، نتجاذب أطراف الحديث، نتناول الشؤون اللي تمر بها المدينة والبلد، نلتقي كل أخواتنا وأصدقائنا. المقهى يمثل جزء من ثقافة هذه المدينة وتراث هذه المدينة. بين جدران هذا المقهى التراثي يجتمع الرياضيون والمثقفون ومختلف شرائح المجتمع، إذ يشكل الجلوس على مصاطبه واحتساء الشاي إحدى أبرز العادات والتقاليد الكربلائية الرمضانية. علي خالد، ون نيوز، كربلاء.